السلام عليكم. آخر حاجة احنا عملنا التصميم هذا كاملا، بداية من صفحة الهوم بيج، بعدين صفحة الاباوت، بعدين صفحة البلوج، بعدين صفحة الخبر لوحده، بعدين صفحة الفري بيز، وآخر صفحة عملناها صفحة الفري بيز سينجل. في التصميم هذا عرفنا ايش اساسيات المواقع متعددة الصفحات، وعرفنا شغلات مثل كيف نعمل دوائر هذه وكيف ممكن نعمل الصورة بالشكل هذا. أتمنى طبعا تكونوا استفدتوا من الكورس هذا. طيب بعد ما عملنا التصميم هذا ايش حكينا؟ حكينا بدنا نروح نشوف تصميم تاني ونعمل. بس لكن قبل ما نبدأ نعمل اي تصميم، الان انت ايش البداية الصحيحة؟ البداية الصحيحة ان انت اول حاجة تقلد زي ما احنا عملنا في الكورس الاول والكورس الثاني. اول كورس قلدنا موقع صفحة واحدة اللي هو اسمه وان بيج، والكورس الثاني قلدنا موقع مالتي بيج. بعد ما تخلص الكورسين هذول الان بيجي دورك انه انت تبدا. كيف يعني تبدا؟ الان تشوف ايش في راسك افكار وتعملها. طب حتقول لي على طول انا هيك حتجيني الافكار؟ لا طبعا. اي مصمم او اي واحد في الدنيا بيحكي عن حاله انه هو مصمم، لازم اول حاجه يروح يشوف الناس كيف اشتغلوا. ايش يعني؟ يعني هو بده يروح اول حاجه يشوف افكار من ناس تانيين اشتغلوا على نفس الفكره اللي هو بده اياها. طب انت حتقول هيك تقليد؟ احكي لك لا طبعا، هذا مش تقليد. انت هيك مش انت تروح تشوف شغله وتاخذها زي ما هي، لا، انت بتجمع افكار، بتروح بتشوف اكثر من موقع، بتشوف عدد يعني كميه هائله من المواقع على نفس الفكره، وبتحاول تجمع منها افكار وتحسنها او تطورها بحيث انه تتلائم مع الاشي اللي بدك اياه. لكن مش تقلد، مش تقلد تاخذوا نفس الاشي. طيب ايش بسوي؟ اول حاجه بالنسبه لي انا باجي على موقع ثيم فورست. اول موقع بيجي باجي على موقع ثيم فورست. ثيم فورست هو اكبر منصه لبيع المنتجات الرقميه. ثيم فورست هو ضمن، هو يعني ايتم او من ضمن مجموعه انفانتو ماركت. انفانتو ماركت بتبيع يعني تصميمات او بتبيع فيديوهات، لا سواء افتر افكت بريمير. اكبر منصه منتجات رقميه هي انفانتو ماركت، من ضمنها ثيم فورست. طيب هذا بالنسبه للموقع الاول. الموقع الثاني اللي بجي انا موقع بيهانس. بيهانس منصه تابعه لادوبي او شرتها ادوبي، تمتلكها ادوبي. الناس بيعرضوا من خلالها تصاميمهم. ثالث موقع دريبل. دريبل نفس فكرة بيهانس، بس لكن بيهانس أقوى شوية من دريبل. وآخر ومش آخر مش آخر إيش بس لكن باجي هنا بعديها على جوجل، بس إيمج، جوجل إيمج. ايوه تمام، ايمج اوكي. نرجع، لا اول حاجه انت تيجي على ثيم فورست. انت ايش بدك؟ انا والله بدي اعمل في شخص كلمني وحكى انه هو بدي يعمل موقع لتاجير سيارات، فانا الفكره اللي بدي اشتغلها الان مفروض تاجير سيارات. فانت يعني ابحث انه كلمه تاجير سيارات بالانجلش معناها كار، سيارات، رنت ايجار، رنتل، تأجير، كار رينتل. اوكي بيجيك هنا اغلب المواقع اللي معمولة على ايش؟ على نفس اللي انت بتبحث، على نفس الموضوع اللي انت بحثته. وطلعوا هنا قديش مباع، 1132 مرة. نيجي نفتح هاي الاول، هاي الثاني، هاي الثالث. خذ كمية كبيرة من المواقع هذه قد ما بدك انت، شوفهم يعني اجمع اكبر عدد من الافكار. طيب انا لو بهمني اعرف اكثر الناس اللي المبيع، مثلا هذا 1000، هذا 41، لا، فبتيجي هنا في السورت قول له بيست سيلر، ابدا تدور. هلا ترافيلو، لا هذا ترافيلو للرحلات، رحلات كلام فاضي، طبعا كلام فاضي بالنسبة لنا احنا في فلسطين، ما بيطلعش رحلات، او في غزة بالتحديد. سنة لما يفتح المعبر، وسنتين لما تستنى يجي دورك. الله يصلح الحال. اوكي
هاي شفنا هذا، فتحناه اوتورنت، ما فتحناهوش، هتفتح هذا كمان. اوكي كار سيرفيس كار رنتال، اوكي كار رنتال هذا هو رنتي، حلو اسم الموقع رنتي، رنت ات رنت ات. اوكي خلينا هذا نشوف اخر واحد هذا. طبعا انت لازم يعني بقول لك مش هذول طبعا مش كفايه، انا لو بدي اشتغل التصميم بالنسبه لي بخلي التابات هنا مش مبينه، يعني ممكن اقل شيء يكون 50 60 تاب مفتوح فوق وبشوفهم واحد واحد. نبدا بهذا لايف بريفيو. ايش هذا؟ عامل وان بيج ومالتي بيج ولا ار تي ال رايت تو ليفت بدعم العربي كمان، عامل تصميم بدعم العربي. اوكي طيب بما انه تصميمنا مالتي بيج خلينا نشوف هذا. اي واحد ناخذ هات هذا. لودينج لودينج لودينج، هذا بسبب سرعه النت مش اكتر. حيفتح يعني ولا شو؟ خلينا ناخذ هذا نشوف شو وضعه. فتح سوف اسكر هذا وسكر هذا فون. اوكي ايش هذه؟ هذه والله كويسه. ممكن الحركه هاي انه انت انا بهم انا بدي اجر سياره، فطبيعي انه اهم حاجه يكون عندي المكان اللي بدي يروح عليه والبدايه والنهايه، فهذه الشغله ممتازه بصراحه انه هذا اهم شيء في الموقع. هذا قلنا اسمه، هذا اسمه، هذا اسمه الهيرو سيكشن. اوكي ايش هذا؟ لا لا لا، هذه مش حلوه الحركه بصراحه، يعني انه اول شيء بكون شايفين الايكون كان في النص، عملت هوفر، هذا حركه مش حلوه. ايش هذا؟ جريت ستوفر برضه ممكن، هاي حركه حلوه برضه انه لما يكون عندي يعني السيارات وعروض، وممكن انا لو بدي ابيع سياره او اعمل الاعلانات ممكن نظام التاب هذا حلو برضه. تستيمونيال، شوفوا بكل صراحه التستيمونيال سيكشن مهم يكون في المواقع. هذا من وجهه نظري انا. ليش؟ لانه انا لو كنت مستخدم بدي اجي اتاجر عندك باجي بشوف هل في عندك تستيمونيال. ليش؟ لانه هذا بكون بالنسبه لي اراء العملاء. لو الناس حكوا انه انت شغلك كويس فهذا حيكون بالنسبه لي مشجع وحافز انه انا اشتغل، يعني اتاجر من عندك. هذا طبعا اذا انت كنت بتعرض التستيمونيال بمصداقيه، يعني مش انه الحلوه بتعرضها والسيئه لا، فالتستيمونيال بتعطي ثقه عند الناس انه هو تستخدم يعني تعامل معك. احصائيات اسئله فايند سيرش، والله موقع حلو بصراحه. يعني كاستم ماركر هذه اسمها، اللي بده يعمل الشيء هذا يبحث عن في جوجل هاو اي كان كرييت كاستم ماركر، شغله جدا رائعه. اوكي بشكل عام موقع هذا حلو، اخذت منه مجموعه افكار محترمه. اول فكره كانت هذه، الفكره الثانيه هذه، والفكره الثالثه تستيموني. تمام بس هي اللي بعمله وخلص بسكره. تعال هنا لايف بريفيو، عملي اكثر من لون. طبعا بالنسبه لي انا اللون الاصفر ما بجربش عليه، لون سيء. اذا بدك تستخدم اصفر استخدم الوان غامقه من الاصفر، الاصفر الفاتح لا. ليش؟ لانه اصفر مع ابيض مش تمام بالمره. لو انا فتحت هذا هيك وفتحت هذا شوف الفرق، طبعا هذا احلى. يمكن الناس بقول لك هذا، بس لا انا هذا مش بحبه، اللون هذا مش، هذا اوضح طبعا واجمل. مش حلو الموقع؟ لا بس تستمعوا لي الموجود، لا مش حلو. بس ممكن اخذ منه الفكره هذه، الطريقه هذه، طريقة العرض هذه أنا يمكن أحسها أحسن من الأولى. بس يعني أخذت منه طريقة العرض مش أكتر، يعني هاي فكرة صار عندي، ممكن أعملها هيك وممكن أعملها هيك. تمام يسكر هذا خلاص، ما بديش إياه هذا، ما بديش إياه ولا هذا.
لايف بريفيو يسكر لهاد. يلا رنتيفاي برضو كمان لايف بريفيو اوتو رنت لايف بريفيو رنتي لايف بريفيو الاول. اوكي طيب ايش ايش في حركة مش حلوة هنا. بس هذه ممكن اخذ منه هذا الفكرة هنا انه شايفين الكاونتر هاد والباك جراوند فيديو حركة حلوة ممكن اعملها انا، بس لكن ممكن اعمل باك جراوند فيديو لمين؟ للتستيمونيال. لا 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 ما بديش منه شيء، لا لا خلاص ما بديش منه. بس هو يعني مودرن تقريبا. شوف بس انزل تحت خالص اشوف قديش وقتش الكوبي رايت اذا كاتب 2016. حلو حديث. ايش هذا؟ وات ذس؟ و2016 ازاي؟ لا لا مش مش انا ما عجبنيش، مفيش عليه تعليق صراحة. سكر هنا. تعالوا نختار الدارك هاد رنتي. رنتي اسم حلو. رنتي رنتي ما فيش عنده ولا حاجة، بس ممكن هنا تاب لو شركة مثلا بتأجر وبتبيع بس. لكن يعني هنا المفروض انه بس لما ادوس هيك احس في تغيير هنا، ولا كأنه في حاجة، كأنه ما زي كده ما لهمش أي أهمية. بس لكن فكرة التاب هنا ممكن تكون كويسة لما يكون مثلا التاب الأول للتأجير، التاب الثاني للبيع. طبعا البيع حيكون فيه فيلد أكتر من التأجير. شكرا. هذا ما بديش منه حاجة. تعال هنا أهو تستوانا بالشكل هذا باك جراوند فيديو بالضبط. أنا هذا 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 اللي كان قصدي عليه أنا، هذا هو اللي أنا أقصده بالضبط. وهي كمان عامل التاب. فأنا الآن صار عندي التصور إنه ممكن أعمل الهيدر أحط فيه صورة سيارة وأعمل الفورم هاد للتسجيل، وبعد هيك أجي أعمل العروض هذه مثلا أكتب our car best يعني best شو بحكيه شو بحكوها best renter يعني أكتر سيارات مطلوبة تمام، وبست اوفر العروض ممكن اعمل العروض كمان، وبعد هيك احط التستيموني، وفي النهايه بكون عندي الفوتر وخلص. الفوتر هنا الفوتر الخاص فيهم about get in touch ممتاز. recent post هاي شركه تاجير مش بلوج، فانا بالنسبه لي بعتقد البوست ملاش اهميه. الفوتر هنا البوست انه انت مش مدونه، انت بس شركه بتاجر سيارات ما بتكتبش مقالات، فملاش اهميه هذه. لكن الاباء وتلقيت ان تاتش مهمه لانه التواصل اهم شيء بالنسبه للتواصل في الشركات هذه. سكر على هذه الاليه ماشي. طيب بيهانس ايش؟ بيهانس مش لما تيجي على بيهانس هنا تتوقعش انه تلاقي بس تصميمات، الابداع كله موجود في بيهانس. ممكن انت تقعد بس تشوف صور تروح تحكي كيف الناس عاملينها. اعتقد في انا عندي واحد في اشوف بس مش امبوسيبل تحلكم اياه هنا. هذا عبيهانس مارتن دي باسكوي. ايوه مارتن دي باسكوي هذا مجنون فوتوشوب. شوف تعال شوف ايش تصميماته. طبعا هذا كله بالفوتوشوب معمول. انت بس تعال هنا وشوف كيف الناس بتبدع، هتلاقي انه انت خلاص تفكيرك انه تحررت من القيود، ممكن تبدع بس مجرد تتفرج على هيك صور. يا سلام حلو الصور. هاي فكرة بيهانس، بيهانس لمشاركة الصور. مع ذلك لو انا جيت هنا كتبت كار رنتال ممكن الاقي مواقع كار رنتال كارنتال ويب سايت ويب ديزاين
خلونا نفتح هذا وهذا، شوف ايش وضعهم. كارنتال، هذا هو الموقع، هذا اوكي. بصراحة ألوانه حلوة وتصميمه مرتب. ايش ممكن اخذ منه فكرة؟ هذا سنشوف، اشوف الهيدر بس هو مش حط وين الحجز هنا، ممكن بالشكل هذا. هي بالشكل هذا. هذه الفكرة، هذه 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 بصراحة هاي إبداع. الفكرة هذه، عارفين إيش؟ عارفين إيش أنا اللي فهمته من الفكرة هذه؟ إنه هذا هو السكشن الأول، هذا السكشن الثاني، الثالث، الرابع، وعمل هدول السهمين ليش؟ علشان زي كأنه يحسسك إنه أنت قاعد بتسوق سيارة. لسه هذا المكان الأول في الغيارات، مش عارف إحنا عندنا اسمه جير في الدول الثانية، ما بعرف شو اسمه يعني. الغيار الأول، الثاني، الثالث، الرابع، ممكن تعمل هيك يعلم لك أنت رحت على السكشن الثاني، دوس هيك على السكشن الثالث، على الغيار الثالث، هيك على الغيار الرابع. ليش؟ لأنه السيارة أصلا على الغيارات، فهذا أخذ الفكرة من السيارة. فهذه بصراحة إبداع، إبداع يعني ملوش حدود بصراحة. هذه الفكرة أنا عجبتني، هذه الفكرة بالتحديد عجبتني. وبشكل عام تصميمه كتير أنيق بشكل عام. أوكي خلاص، هاي هذا بيهانس. وهذا إيش هو؟ اللون الأخضر ملوش علاقة بالسيارات. بس هذا عامل، هذا عامل يعني فول فيلد، يعني عامل كتير فيلد او ادفانس فيلد، يعني حاطط بيانات كتير، بده العمر، وحاطط الكوبون اعتقد للخصومات، ولاست نيم، حاجات كتير، بيانات كتير. ليش؟ طب ليش حطه ما حطاش في الهيدر؟ ليش؟ لانه هذا الفيلد كتيره، فحيكون مغطي الهيدر كله. فلا انا باش يعني بصراحه دي فكره حلوه برضو، لما يكون عندك انت بدك بيانات كتيره بالشكل هذا تعرضها في سكشن لوحده. لكن بشكل عام اللون الاخضر ملوش اهميه. الفورم مش حلوه، مش حلوه خالص بصراحه من اول نظره، هيك مش حلوه. ماشي سكر هاد. دريبل نفس فكره بيهانس، حتبحث هنا. واخر حاجه بالنسبه لي جوجل. جوجل حد حيقول انه جوجل سيء، هحكي لك انت تعال على جوجل ايمج واكتب كلمه ديلي يو اي. يو اي يوزر انترفيس. ديلي يو اي بيعطيك يوميا تصميمات مختلفه لحاجات بسيطه، بس غالبا بتكون موبايل اب. لكن انت مش يعني عادي لو انت جيت تشوف ايش احدث التصميمات. هذا شيء كتير كويس، هذا بالنسبه لجوجل وموضوع ديلي يو اي. في النهاية بدكم تعذروني، هذا راح يكون آخر فيديو في الكورس. للأسف مش راح أقدر أكمل الكورس بسبب الوضع الصحي اللي أنا فيه، يعني بصراحة تعبان جدا وصوتي يمكن واضح. لكن أنا يعني راح تلاقوا اللينك الفيسبوك تبعي في الديسكريبشن تحت هذا الفيديو. بتمنى منكم إن أنتم تعملوا أي موقع بدكم إياه وتبعتوا لي إياه، وأنا إن شاء الله راح أرد عليكم وأبعت لكم إنه إيش فيه وإيش التعديلات اللي موجودة وإيش رأيي في تصميماتكم. بتمنى منكم تسامحوني، وبتمنى يكون الكورس يعني مفيد لكم. ويا رب يا رب يكون انه الاشي كان سهل وبسيط وما فيش حاجة كانت صعبة. وبتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله تستنوا في كورسات جاية كتير. شكرا ويعطيكم العافية.